الحمد لله. دكتور تيسير جه. اتفضل يا دكتور. اهلا يا دكتور. مساء الخير يا مدام. اهلا وسهلا. اتاخرت ليه يا اخويا؟ مش كنت بغير هدوم يا مدام؟ هو انت كده غيرت هدومك؟ امال بتنام بايه؟ لا بنام بالبدله دي، شكليات ما تحطيش في دماغك. مدام طمنيني، اخبار جوزك ايه؟ هل هو بيحس بحاجات غريبه ام مدام في ايه؟ حلمي يا دكتور، حلمي. حلمي حالته بتتاخر قوي، بقى بيشوف حاجات غريبه وبيقول لي كلام مريب. زي ايه يعني؟ يعني بيقول لي مثلا الارض حامل. في الشهر الكام؟ ايه يا دكتور، الارض بتحمل؟ الارض ولادة يا مدام. الله، ما هي ناقصاك. بقول لك ايه يا مدام، دي شكليات، فكك من الموضوع ده. انت كلمتي الدكتور المناسب في الوقت المناسب. انا عيلتي كلها مدام دكاتره. بابا كان اكبر دكتور عظام، كان لما يمشي في الشارع الكلاب كلها كانت تطلع تجري وراه مدام. إيه؟ اه والله. كلها بعد الله يا مدام. في ايه يا دكتور؟ وانا مالي انا بقلق. بقولك يا دكتور، عندكم دكتور تجميل كده ويكون جراح شاطر؟ يا مدام ما تحمليش هم، احنا العيله كلها دكاتره، اكبر دكاتره في العالم عندنا في العيله مدام. يا دكتور هنعمل ايه دلوقتي في حلمي؟ حلمي جوزك ده يا مدام مريض، عنده سرنمه. يعني ايه؟ يعني بيمشي وهو نايم. لا طبعا، حلمي جوزي ما بيعملش كده. ما بيعملش كده؟ امال بيعمل ازاي؟ بيعمل كده. حرقة يا مؤمن يا زكريا.